ومعنا للحديث عن هذا الموضوع دكتورة أسماء النادي، الباحث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية. أهلا بحضرتك دكتورة أسماء. أهلا بحضرتك. بداية كده خلينا نعرف السادة المشاهدين يعني تعريف الأمراض العابرة للحدود، إيه هي ما معناها؟ هي الأمراض العابرة للحدود هي أمراض فيروسية بتنتقل عن طريق الحدود، عن طريق نواقل حشرية، معظمها بتكون مفصليات أرجل زي الناموس، القراد، بعض الذباب، المصل، الدماء. طبعا ده الجو مفتوح وده بالتالي بيبقى صعب جدا، لانه من السهل جدا انتقال كميات كبيره من الحشرات دي من مكان للتاني. طبعا. ايه اهم الحشرات اللي بتنقل الامراض العابره للحدود؟ اهم حاجه عندي في الحشرات اللي هي بتنقل الامراض العابره للحدود هي الموسكيتو او البعوض. عندنا ثلاث انواع من البعوض، الايديس والانوفيلس والكيولكس. الايديس بتنقلي كذا مرض زي مثلا حمى الدنك اللي هي الدنجي فيفر، وبتنقلي حمى الوادي المتصدع اللي هي الريفت فالي، بتنقلي اليلو فيفر اللي هي الحمى الصفراء، بتنقلي الحمى الشوكية، بتنقلي كذا مرض بيسببوا لي أزمات اقتصادية جامدة جدا في البلد اللي هي بتخش فيها الأمراض دي. عندنا مثلا حشرة زي بعوضة الأنوفيلس مثلا، دي بتنقلي مرض زي الملاريا والفيلاريا. عندي كيوليكس برضو بتنقلي مرض اللي هو حمى الوادي المتصدع. لما نيجي نبص لكل بعوضة من البعوض ده بنلاقي ان في اختلاف في الشكل بتاعها. اولا اكبر بعوضة فيهم في الحجم بنلاقيها هي الأنوفيلس، يعني بتتميز عنهم في كبر حجمها. بالنسبة للي هي الأيديس بتبقى صغيرة جدا في الحجم، طيني جدا، بتتميز ان بيكون الأرجل بتاعتها فيها دوتس بيضاء بتميزها، منطقة السوركس او الصدر بيكون فيها خطوط بيضاء، خطين بيض واضحين جدا. بالنسبة للكيولكس بيكون منطقة الصدر بتاعها بيكون عاملة زي الحدبة او محدبة، فبيكون كل واحد منهم ليه شكل مختلف عن التاني، بقدر اميزه وبقدر ايه ان اتعرف عليها بسهولة. طبعا يعني هي بتنقل مجموعه من الامراض الخطيره، لكن ايه اخطر الامراض اللي احنا بنخاف منها مثلا كدوله مصر؟ ايه الامراض اللي احنا بنخاف منها انها تنتقل الينا في مصر للحيوانات؟ هو بالنسبه لمصر هنا عندنا بتتميز بجو يخلي الامراض اللي زي دي ما تبقاش موجوده عندنا، لان اصلا معظم الامراض دي بتبقى محتاجه لمواسم امطار مستمره. فالميزه عندنا في مصر ان موسم الامطار عندنا بيكون في فصل الشتاء بس، وكمان عندنا حتى في فصل الشتاء كميه الامطار اللي بتنزل بتبقى كميات قليله مش كميات كبيره. ولذلك حتى لو في اي مرض من الامراض دي دخل عندنا ما بيستمرش. انما احنا الحمد لله ما فيش اي مرض من الامراض دي موجود عندنا، غير بس مثلا اللي هي الملاريا او الفيلاريا بتكون موجوده في الاماكن اللي هي في الصعيد، في الاماكن اللي هي الريفيه اللي بتبقى موجود فيها ايه اللي هي قنوات صغيره اوديه، فروع من النيل بيكون فيها كميه الاشجار والزرع كتير، لان البعوض او الناموس بيحط البيض بتاعه في الاماكن اللي بيكون فيها ميه علشان خاطر تفقس بعد كده اليرقه وبتتحول ايه للبعوضه الكامله. فالمناخ اللي بيساعد ان البعوض يكون منتشر قوي كده عندنا احنا هنا في مصر مش بيكون ايه متاح قوي غير في فصل الشتاء، وبيكون على اوقات بسيطه يعني. الحمد لله. الحمد لله نعمة. حماية طبيعية بالجو ده اللي احنا بنشتكي منه الآن من شدة الحرارة، لكن ربما ده يكون في صالحنا في بعض الأحيان. الحمد لله. طيب يعني حمى الوادي المتصدع هل هي موجودة في مصر؟ حمى الوادي المتصدع هي ظهرت بنسبة بسيطة جدا، بس الحمد لله برضو احنا يعني حصل كنترول عليها بسرعة فما ظهرتش، أو إنما هي كانت ظاهرة جدا في بلاد تانية، في مثلا جنوب أفريقيا، في بلد زي كينيا. اول ما ظهرت سنه 1931 دمرت الثروه الحيوانيه عندهم خالص، قضت على قطيع الاغنام كلها. بعد كده هو ظهرت تاني سنه 97 وسنه 98 في بلاد زي تنزانيا والصومال، بس وبعد كده ظهرت عند في السعوديه سنه 2000 و2002 السعوديه واليمن. المشكلة في مرض حمى الوادي المتصدع لما بيخش بلد بيبقى صعب جدا يخرج منها، لأن
البعوض البيض بتاعه فيه يعني خاصية، ان هو لما بتقوم البعوضة بوضع البويضات في الاماكن اللي هي بتضع فيها البويض، زي مثلا على الاعشاب اللي خارجة من المية او على حواف المية او في الرمال او اي حاجة من الحاجات دي، طول ما في موسم مطر بيحصل ايه، تتابع نشاط. ليها، بيحصل تتابع ليها وبيحصل توالد. طب لما موسم المطر يمشي بيحصل ايه؟ بتجف هذه البويضات ولكن بتحتفظ بالمرج جواها. بنجد بعد كده مجرد ما ان يجي موسم مطر تاني ويبتدي ينزل على البويضات، البويضات بترجع تخرج لي اليرقات، اليرقات بتتحول لخادرة، الخادرة بتتحول لتور اللي هو البالغ من الناموس، يبتدي ان هو التور البالغ ده بيكون حامل لي للمرض، انما الناموس نفسه ما بيكونش يعني عنده العدوى بالمرض، هو بيحمل المرض فقط، لان ربنا سبحانه وتعالى مديله خاصيه جينيه ان هو بيعمل الفيروس اللي بيخش فيه بلوك، فما يصيبوش هو بس يكون حامله عشان ينقله لعائل تاني. طيب يعني احنا نعتبر امنين من حمى الوجه، المتصدع كده غير الحمد موجود لله. الحمد لله. الحمد لله. لكن الملاريا كان في بعض الناس بيشتكوا منه يمكن في العام الماضي، وكان في توجيهات ب يعني رش الاماكن والرش ضد الناموس والتنظيف وغيره. ايه المشاكل الناتجه عن مرض الملاريا اذا اصاب الحيوانات، وازاي يعني الوقايه منه؟ هي الملاريا بتصيب الانسان، يعني مرض بيصيب الانسان. طبعا بيبقى ليه أعراض مميزة جدا، حمى درجة حرارتها عالية بتوصل لدرجة 40 وساعات زيادة عن 40، بتستمر مثلا لمدة يومين وبعد كده تقف، وبعد كده تلاقيها تبتدي تاني بعد يومين تانيين تظهر تاني، بيبقى معها رعشة وركفة شديدة، معها أعراض زي أعراض الأنفلونزا. سهل جدا إن أنا أقدر إن أنا أتعرف عليه عن طريق التحليل في المعامل. هي ما بتكونش بتأثر قوي على الناس البالغين، بس بتبقى ليها مدى خطورة على الأطفال وعلى الحوامل، لأن هم بيكون المناعة عندهم مش قوية فبتأثر عليهم بسرعة، فممكن تحدث وفيات. وفعلا نسبة الوفيات يعني لو بصينا عليها على مستوى العالم ممكن توصل ل 660 ألف حالة وفاة كل عام بسبب الملاريا. يعني رقم كبير. رقم كبير. طيب الوقايه من الاشياء دي ايه؟ يعني ممكن يكون علاج الفيروس اذا حدث ما اعتقدش بيعالج، لكن في وقايه منه اكيد. في بعض الفيروسات ديت بتكون ليها تطعيمات بتتاخد، بس هو بالنسبه للانسان ما فيش تطعيم، هو بالنسبه للحيوانات زي مثلا حمى الوادي المتصدع، لان ده مرض زونوز الديسيز، بيصيب الانسان وبيصيب الحيوان. فبالنسبه للانسان ما فيش تطعيم ليه لغايه دلوقتي، انما في بالنسبه للحيوان تطعيم بيبتدي ان هو ياخده، بس لازم يكرر سنويا على مدار مثلا 4 أو 5 سنين علشان خاطر نبقى اتاكدنا ان الاصابه بالريفت فالي او حمى الوادي المتصدع تم الانتهاء منها تماما. انما بالنسبه للوقايه بقى من الناموس، في طرق كثيره جدا للوقايه من الناموس. عندي مثلا داخل البيوت، بس هو الحمد لله احنا عندنا هنا في مصر ما بنحتاجش احنا الموضوع ده، لان الناموس عندنا مش كتير قوي. انما في القرى والارياف دايما حتى لغايه دلوقتي لسه موجود حاجه اسمها الناموسيه. صحيح. ناموسيه بيبقوا عاملينها على السرير عندهم عشان تقيهم من الناموس. دلوقتي ظهر عندنا في مصر اللي هي الصواعق الكهربائيه، تكون موجوده برده في معظم البيوت الريفيه علشان خاطر تقيهم من ايه، من الناموس. عندنا برده في مكافحه كيميائيه، في مكافحه بيولوجيه. مكافحه كيميائيه بتبقى عن طريق اللي هي زي ما بنشوف كده عربيات بتمشي في الشوارع، بترش ايروسولات بتملى المكان، دي بتساعد على التقليل من نسبه ايه، تواجد الناموس في الاماكن، خاصه في الاماكن السياحيه مثلا زي شرم الشيخ، الغردقه، الاماكن اللي فيها ميه كتير، فيها حمامات سباحه، فيها انهار، الاماكن القريبه من الميه دايما بتلاقي نسبه الناموس فيها كتير. انما في الاماكن السكنيه قلما ما تلاقي فيها ناموس، لان ما فيش اصلا تواجد للميه كتير عندنا، مثلا سي مثلا هنا في القاهره، في الجيزه، الاماكن اللي زي كده. انما الاماكن القريبه من الميه وفيها زرع كتير هتلاقي فيها ناموس ايه، كتير. فعندي المكافحه الكيميائيه زي ما بقول لك كده، ممكن تبقى داخل البيوت عن طريق الرش بتاع المبيدات اللي موجود في كل الاماكن.
عندي في الشوارع عن طريق الرش بالعربيات اللي هي بتبقى تبع الحكومه، بتعدي وبترش وبتقلل نسبه الناموس كتير. عندي بعد كده في حاجه اسمها المكافحه البيولوجيه، ودي بتكون مكافحه لليرقات نفسها اللي موجوده جوه المي، اني بنزل جوه المي انواع من الاسماك بتتغذى على اليرقات دي، زي مثلا سمكه اسمها الجامبوزيوم ديت بتقوم باكل اليرقات دي وبتقضي لي عليها تماما. عندي برضو بعض انواع البكتيريا ممكن احطها في الميه بتبتدي برضو تاكلها. في عندي بعض الطفيليات برضو الاوليه بتقوم باكل اللي هي اليرقات دي. انما بالنسبه للبويضات، البويضات ما بقدرش للاسف ان انا اسيطر عليها، هو اللي اقدر اسيطر عليه الادلت واللي هي اليرقات او اللارفي. طيب ازاي الانسان او الحيوان بيصاب بالامراض دي؟ هل لابد ان هو يعني تقرصه الناموسه او كده ولا طرق تانية؟ بالنسبه للانسان بتبقى الاصابه اصابه مباشره عن طريق اللدغ مباشره. بالنسبه للامراض زي مرض مثلا الوادي المتصدع او الريفت فالي، بتكون عندي الاصابه عن طريق حاجتين، يا مثلا اصابه مباشره عن طريق لدغ الناموسه الحامله للمرض للانسان، او عن طريق تعامل الانسان مع الحيوان المصاب بالمرض. زي مثلا هم المزارعين الموجودين المخلطين بالحيوانات، طبعا بيبقى ساعات في اوقات حالات ولاده هم اللي بيولدوا بنفسهم فما بياخدوش البروكوشن المظبوطه، فبتبتدي السوائل اللي نازله من الحيوان تيجي على اجسامهم، يبتدي الجلد يمتص السوائل دي يصابوا ايه بالعدوى. ممكن عن طريق الرذاذ اللي خرج من من الحيوان ان انا استنشقه، او اي رذاذ من السوائل النازله دي انا استنشقه، دوت بي ايه بينقل لي برضو ايه العدوى. فكل ما انا اكون واخد الوقايه بتاعتي او البروكوشن بتاعتي ان انا وانا بشتغل كطبيب بيطري او كعامل في المزرعه، دوت طبعا بيقيني ان انا ايه اصاب بالمرض ده. يعني لما اكون بتعامل مع حاله زي دي لازم ابقى لابسه جلافز في ايدي، لازم ابقى حاطه ماسك على وشي، لازم ابقى لابسه مثلا سي جوجلز عشان برضو ممكن العين لو نزل فيها سائل مثل دي بنسبه الابزوربشن فيها بتبقى عاليه تقوم برضو اصابتني بالمرض. فلازم الحاجات دي كلها نبقى واخدين بالنا منها جدا. الطبيب البيطري لازم يعلمها للعامل علشان ياخد باله، عشان دايما العمال بياخدوها كده يعني ايه، يعني ما هولد بسرعه كده وما فيش مشكله مش هيحصل لي حاجه، لا بيحصل. ودي بتبقى اسباب يعني من ضمن الاسباب الاصابه الجامده يعني في المرض ده. طيب يعني الانسان عرفنا بيصاب ازاي، الحيوان دلوقتي القرص بالناموس، هل في اساليب اخرى لو اتغذى على شيء فيه يرقات او بويضات او غيره؟ لا لا، هي الاصابه برضو في الحيوان بتبقى عن طريق لدغ الحشره نفسها او الناموسه نفسها. وممكن تتنقل من حيوان لحيوان عن طريق التلامس. يعني برضو افرق، فلنفرض مثلا في جرح في الحيوان، في اي حاجه لمس حيوان تانية حيوان تاني بيحصل اصابه بالمرض. يعني هو التلامس هو اللي بيسبب اصابه بالمرض من حيوان لحيوان. يعني لازم يكون في عزل اذا اكتشف ان حيوان طبعا عنده. اكيد اكيد. لما بكون مزرعه فيها اي حاجه من الحاجات دي بيعملوا لها، بيبقى في اجزاء تانية فيها عزل الحيوانات بعيد عن الحيوانات الغير مصابه. طيب في علاج؟ في علاج اذا ما اصيب الحيوان بده؟ ما هو العلاج بقول لحضرتك بيبقى عباره عن تطعيمات. تطعيمات بتتاخد من سي مثلا ابتديت فيها السنه دي، لازم على الاقل استمر عليها من سنه لسنه. طبعا بيكون ليها مقدار وقت معين ما بين كل تطعيم والتاني، بس لازم استمر عليها عدة سنة، يعني مثلا سنتين ثلاثه على اساس ان انا اقضي خالص على المرض داخل الحيوان. ممكن المرض ده يؤدي الى نفوق الحيوان؟ طبعا. هو كمان بيسبب اضرار اقتصاديه تانية. ليه؟ اولا بفقد الحيوان، بيقلل نسبه اللبن في الحيوان، يعني الانتاج بتاعه بيقل، بيحصل فيه فقر دم، بتحصل هزال في الجسم، فبيقلل لي الثروه، بيقلل لي الكتله العضليه اللي موجوده فيه اللي انا ممكن استفيد منها في الاكل كلحوم، وبيقلل لي نسبه اللبن اللي انا ممكن استفيد منها في شرب اللبن. لكن اذا كان الحيوان مصاب وتم ذبحه، هل يعني في خطوره من الالبان بتاعته او اللحوم؟ لا، الامراض اللي زي دي ما ينفعش ان انا اقول ان انا اذبح الحيوان وابتدي استخدمه. لا، الحيوان المصاب لازم يتعزل اذا تمت اكتشاف اصابته. لا، اذا تم الشفاء من الاصابه بالمرض
خلاص دوت بننزله تاني، بيبقى مفيش مشكلة خالص، وممكن نذبحه وممكن ناكل اللحمة بتاعته. إنما لو هو مصاب وتوفى او حاجه زي كده، ما ينفعش ان احنا نستخدم اللحوم بتاعته في اي حاجه، او ان احنا نيجي ناحيته طول ما هو فيه مرض. طيب اذا شوف من المرض بيرجع لانتاجيته تاني، ولا بتفضل انتاجيته بالالبان لا بترجع انتاجيته تاني. بشكل عادي؟ اه عادي. طيب الناس يعني بتستهلك برضو كم كبير دلوقتي من اللحوم المستورده لرخص ثمنها اذا مقارنه باللحوم البلديه مع الاحوال الاقتصاديه، يعني ايه المشاكل اللي ممكن تنتج عن وجود بعض الامراض في اللحوم المستورده؟ والله هي تعتبر اللحوم المستوردة احنا بنستوردها هنا في مصر، ومن اهم اللحوم المستوردة دي هي اللحمة الهندي واللحمة البرازيلي. يعني يعتبر السوق المصري معتمد عليه اعتماد اساسي، وبرضو اللحمة السوداني. من اللحوم اللي كان ممكن يبقى فيها مشاكل شوية هي اللحوم الهندي، هي لحوم بتكون جاموسي مش بقري. اللحوم البقري بيكون موجودة في اللحوم البرازيلي، بس اللحوم البرازيلي عادة لما بتيجي عندنا هنا وبيتم عليها كشف في معهد بحوث صحة الحيوان بتطلع ما فيهاش أي إصابة طفيلية، إنما الإصابات الطفيلية دايما بتكون موجودة في اللحوم الهندية. بس طبعا معهد بحوث صحة الحيوان عامل جهد كبير جدا في موضوع الكشف عن مثلا حويصلات زي حويصلات السركوسيست اللي بتصيب اللحوم الهنديه. بالنسبه لعندنا احنا قسم الطفيليات بنفحص اللحوم دي دوريا عندنا كل يوم تقريبا في المعهد. اذا لو وجدنا ان في لحوم مصابه بيتم عزلها وبيتم اعدامها. طبعا هي بتكون موجوده في الكارانتين اللي هو في اسكندريه، بيجي لنا جزء منها. نعم. بيجي لنا جزء منها في المعهد هو اللي بنفحصه، بناء على النتيجه بتاعتنا بيتم اعدام برضو ايه الجزء اللي موجود هناك المصاب. طيب خلينا نتكلم عنها بشكل تفصيلي اكتر في حلقات قادمه باذن الله. لكن النهارده احنا اتعرفنا على الامراض العابره للحدود بشكل اكثر تفصيليه، وبنشكر حضرتك على هذه المعلومات وجودك معانا. دكتوره اسماء النادي، الباحث بمعهد بحوث الصحه الحيوانيه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم من الحصاد. غدا ان شاء الله حلقه جديده ومجموعه اخرى. الى اللقاء.